لدكتور شريف في الكلمة الأخيرة اللي قالها، لأنه كنت بقول له إيه اللي حصل؟ يعني هناك أجيال بتمسك الموبايل قاعدة عاملة كده بالساعات، طب طالما أنت مسكت الموبايل بالساعات، ما إيه رأيك تبدله بحاجة مكتوبة ونقعد نعمل كده، بدل ما بعمل كده أعمل كده. فقال لي عادة القراءة فقدت. ليه؟ للأسف يعني في دول كتيرة حتى متقدمة وفيها التكنولوجيا، لكن تلاقي الناس قاعدة في المترو ماسكة الكتاب، قاعدة في الحدائق العامة ماسكة الكتاب، في هتلاقي الناس بتترك الكتب للي يقرأها، يعني ممكن أنا أخلص كتاب وأسيبه في مكان لأي حد يجي يقرأ. ده مهم جدا أنك تخلق عادة قراءة، وده دور المدرسة، دور النوادي الرياضية، دور مراكز الشباب. يعني في حلقات عندنا بتكون مفقودة، دور الجامعات، يعني مثلا الجامعات أوكي بتوصل العلم ومحاضرات إلى آخره، لكن أصبح قلما أن تلاقي كلية تستضيف روائي أو تستضيف شعر. يعني هذا الاتصال ما بين الكتاب والمبدعين وبقية مؤسسات المجتمع أصبح ضعيف. ومن ناحية أخرى التكنولوجيا طبعا بتلهينا كلنا حتى إحنا ككبار، يعني ممكن أمسك أتصفح السوشيال ميديا ألاقي الوقت الفراغ اللي عندي كله طار فيها وخلاص. يعني أصبح في تحديات على فكرة أنك تغرس عادة القراءة وتحافظ عليها، ودي لابد أن هي تكون من التنشئة، من المراكز الشباب، من المدارس، من المدرسين أن يشجعوا الأولاد. كل ده للأسف تراجع جدا، يعني هنستغرب ان معدلات القراءة، انا ما عنديش ارقام لكن انا اتخيل من قراءة حتى لمذكرات وسير شخصيات عظيمة زي طه حسين زي ان معدلات القراءة عند المصريين من 100 سنة افضل من الان، يعني بالنسبة مخيف. للعدد، لعدد المجتمع يعني النسبة والتناسب النسبة والتناسب طيب